ثقتك فيني عم تدعمني كتير رؤية. رح تحقق شهرة كبيرة بالوسط الفني، هالشي رح يساوي دعاية للمعهد تبعنا ويجي يسجلوا. بتعرفي؟ عملت هالمعهد كرمال أمي، لما قلها رح صير أستاذ بتفرح، ما بهم الشهرة ولا غيره. المهم إني خلص دراستي بالجامعة وصير أستاذ محترم وبس. مع حق أمك، أصلا أنت مقدم على الدكتوراه وبالأول لازم تخلصها. صايرة عم تحكي مثل أمي، زهرة سلطان خانم رح تحبك كتير. أوف منك يا ليلى أوف. أوكي شبك؟ الله ستر، ضربتني الكهرباء. شبها اللمبة؟ منصب. إيه الحمد لله. ما كان في داعي أبدا تيجوا لهون، الدكتور منبه علينا ما نعرضه لأي انفعال. منيح الأزمة عدت وقام بالسلامة، بس هالشي ما بيعني إنه رح سامحه على اللي عمله، ومع هيك ما بدي حدا يدرى بالموضوع، لأنه لو وصل الخبر للإعلام رح نخسر سمعتنا بالسوق، وأسهم الشركة رح تنزل ورح تفقد قيمتها. أنتوا بالنتيجة بتكونوا مديونين إلنا. هلأ مو وقته أبداً لهالحكي سليم. نحن عم نسابق الزمن، خيانة زوجك ما تركت لي مجال لفكر بمسامحته، ولازم كريم يصلح غلطه. ما في قدامكن إلا تنفذوا كل اللي رح نطلبه منكن لحتى نحل القصة. طيب شو مشان الدعوة اللي انتو رفعتوها؟ تنحل، بس لازم نتفق بالأول وكل شي بينحل. شلون؟ رح أنسى كل شي، بس بشرط واحد ضروري تنفذوا، ماجد ونيفين يتزوجوا ويتولوا إدارة كل شركات المجموعة، بلكي منقدر نحمي اسم الشركة. ماجد أنا مستحيل حاكي بهالموضوع، وأبوه كمان عجز إنه يقنعه. حاولي معه، لازم تلاقي طريقة تقنعية أريج. هذا هو الحل الوحيد وأنا قلته. أنا حالياً حكيت مع المحامي ووقفت الدعوة، ناطر تردي علي بكرة الظهر. الحمد لله على سلامته حبيبتي، الله يعافي قلبه. كنت قاعدة لحالي بالبيت، لهيك مليت ودا أخلاقي. قلت يا مرة سهري عن زهرة واشربي شاي. أهلا فيكي، سويتي منيح. وأنا من الصبح مزعوجة لأنه هالولاد هاكلي همهم، يا ترى هلأ شو رح يصير فيهم؟ ما تقلقي ولا تاكلي همهم، شوي وكل واحد فيهم رح يروح، وما بيصفي غيري وغيرك وشنا بوش بعض. الله ييسر لهم، ربي يسعدهم إن شاء الله. زهرة شو صار بقصة قليلي؟ الظاهرة تسهلت أمورها لك أختي ورح يمشي حالها. وافقت يعني؟ وافقت وافقت. عم خيط لها التنورة مشان لما تروح بكرة تشوف العريس تلبسها وتفرح شوي. اختي ربي يسعدها، اوعي تنسي تقليلها تحط لها شوية مكياج. ايه ماشي بقلها بكرة. قلت لك انه كان متجوز وعنده ولد كمان، بس الكل صاروا يمدحوا لنا بأخلاقه. ولا يهمك زهرة، هاي مو مشكلة، ميرفت رح تقدر تسعده، ربي يوفقها ان شاء الله. وناري ما رح تتجوز التانية. ناري ما انخطبت وما عم تقولي نوران؟ شبكي زهرة؟ شو فكرتي انتي؟ انا بقصد انه رح تتجوز اذا اجى العريس. هي هي كلمة وبتنقال، الله يسعد كل هالبنات، يعني كله نصيب. ايه الله يسعدهم ان شاء الله. امين ويسعد الجميع حبيبتي. يلا خليني روح على بيتي، ما خلصت كاسة الشاي، صايرة عم بتضايق منه. ابقي خليني شوفك. الله معك. تعي ايه بعيديه بجي خاطرك. آسيا شوفي، بدي تنسيلي قصة الطلعة من هون. ليش؟ لك ما معي مصاري،
وإيراد المحل يا دوب يأدينا مصروف. البيت بده أجار وعفش وبلاوي كمان. ما رح تزبط. بابا معه حق. أخي ممكن يساعدنا الطمع؟ لا بقى تجيبي لي سيرة أخوك مرة تانية. مشان بكرة كل شوي تقلي لي أهلي عم يصرفوا علي، إذا بدك ياهن روحي لعندهم. وما إلك عندي شي. عم تفهمي؟ وما تنسي إنه اللي ببطنك هذا ابني. إيه؟ رح تضلي عندي لتجيبي. وبس تولدي فيكي تروحي لوين ما بدك، إيه؟ بس لا تحلمي يا آسيا إنك تحضني ابنك بحياتك. وأنا بدي فهمه إنه أمه ماتت. فهمتي؟ لازم تقتنعي إنه بيتك هون. حاولي تتقبلي هالشي. شوفي يا آسيا. شو بابني؟ وقف اوعى تدرني. مرت على خير؟ هالمرة ايه مرت. شو الضمانة انها ما ترجع له مرة تانية؟ رح ندير بالنا عليه كتير ورح يتحسن، اطمني. ماجد أبوك وضعه الصحي حساس كتير، قلبه ما عاد يتحمل ولازم نداريه وما نخليه ينفعل. بعرف هالشي أمي. مخبي عني شي بخصوص بابا؟ ماجد حاولت بعدك كتير وما دريك بالمشاكل، بس المصيبة حل المشكلة صار بإيدك. إذا قصدك على مشكلة الإفلاس، الموضوع بعرفه وهالشي مو هاممني أبدا. اللي بيهمني هو صحة بابا وبس. للأسف المشكلة مو هاي هي. أبوك بالحقيقة كان السبب بأنه تضرر شريكه. قصدي في بعض الأخطاء عملها ووصلت لأنه تفلس الشركة، وهالأمور كانت طبعا ضد مصلحة سليم ديمر خان. اللي بعرفه أنه أبي موقفه المالي سيء، بس ما كنت بعرف أنه يشتغل شيء من ورا شريكه. هذا هو اللي صار. الليلي سليم شو اللي بيعرفه عن هذا الموضوع؟ صار بيعرف كل شيء. هو مستني أبوك يطلع من المستشفى لحتى يصفي حسابه معه. ماجد أنت بتعرف منيح أني عملت كل شي بقدر عليه مشان أنقذ اسم عائلتنا ومكانتها. أبوك نايم هلأ بالفرشة، يعني أنت المسؤول عن العيلة بالوقت الحالي. قلب أبوك ضعيف وما بيصير أبداً نحن نحمله أي صدمة. احكي شو المطلوب مني؟ شو اللي لازم أعمله؟ بدك ياني وفي له ديونه ولا أومه من التخت كمان؟ ولا بدك ياني رجع سمعة الشركة اللي صارت بالأرض؟ شو اللي بدك يا مني؟ الحقيقة موجود طريقة واحدة فيك تنقذ فيها الشركة. بإنك تتزوج نيفين. هاد اللي رح يخلي سليم ديمر خان يرضى علينا. أكيد عم تمسحي. مرحبا. أهلين. حبيبتي ها؟ كلي لك لقمة وروحي. قولي مو ممكن، ولا تأخرت كتير، المفروض أنا هلأ أكون بالدوام. تفضلي. يسلموا. الله يسلمك. الله معك. هذا تبليغ جاينا من البنك. تعرفي زمان كانت تجينا مكاتيب من رفقاتنا وكروت معايدات، وأحيانا يكتبوا يسألونا عن أحوالنا. وهلأ كل هذا بتبعتيه على الموبايل؟ ليكي بنتي هالرسالة إليك أنت، بس مو موقعة. من مين؟ شو هدول بعتوا لك؟ هاي شغلات للشركة طالبين مني جيبها. عم بيذكروني وهلأ لازم روح، كتير متأخرة. ليلى
هل مكتوب عن جد من الشركة بنتي؟ آسيا، شلونك يا عمري؟ والله مشتاقة. شو اللي جابوا لهون؟ ما فيني بلا، ما كانت تركتني حماتي إجي لو ما أجا هو معي. ألو ليلى خانم، ناطرك من الصبح. نهاد اسمعني منيح، انت واحد مريض. صباح النور يا حياتي. انت شو بدك مني؟ اتركني بحالي بقى، فرقني عم قلك. شو عم تقولي لي ليلى؟ ها عم تبعتي لي الكام ازعر يلي بحارتكم؟ وأنا رح أرجيهم على الصور يلي عندي كلها، وكمان أنا رح أطبع نسخ أوزعهم على كل بيت بالحارة تبعكم ليتعرفوا عليك منيح، ورح كبر نسخة وعلقها بمدخل الحارة. اسمعيني منيح، وليه إذا بدك أني قديف تبع الصور تعي فورا على المكان اللي رح أقلك عليه. طيب جاي تكرم. برافو يا قمر، شطورة. قلت بدك تشوف آسيا. أحكي لها شوف عم بسمع. شو حابب تحكي معه؟ في مشكلة بوجودي؟ أي في، وما رح أحكي قدامك. الحكي بيناتنا بس. نسيان إن مرتي؟ يعني ما في بيناتنا أي سر؟ آسيا بنتي، أنت على وش ولادي وأنت شايل الشغل كله لحالك، والشغل يا بنتي ما بيسوالك. عم قول يعني لو تعدي هون لبين ما تلدي. مستحيل هالشي لمصلحتك آسيا، ولو ما رجعتي بيكون أفضل تبقي معنا هون. مبسوطة معه لكمال، وما بدي أرجع لعندكم. بظن سمعته. خلينا نروح. قومي. خلص نحن منجي، أنا بخدمها يوم وميرفت يوم، منعمل الأكل ومننظف البيت. بطنك صار لحلقك ومو ممكن تشتغلي كل الشغل، وكمان حماتك بالفرشة وما فيك تحمليها لحالك. أنا حكيت هالحكي كرمال البوبو. أنا ما فيني أقول شي،
أمي ما بتوافق طبعا. اسمعوا له، يلي سمعته هلأ ضد رغبتي، بس طالما أنه هذا اللي عم تقوله أختي وافقت كرمالها. أكيد ما رح تأذي مرتك مشان أمك ما تزعل. ما هيك؟ ماشي مثل ما بدكم. يخلي لي إياكم. آسيا شوفي، أنا وأختك رح نجي لعندك ورح نخدمك بعيوننا. حنكون جنبك ماشي؟ ها؟ لا تاكلي هم، المهم تكوني مرتاحة يا عمري. بعتيلي الآن سميرة. لسه ما وصلت سليم بيك. قلي لها أول ما تجي. تكرم سليم بيك. تعرفي إنه ما فيني أطلع من البيت وكمان بدك تاخديني على السوق؟ ماني جاي لأخدك لننزل على السوق وبس ناريمان. أنتي فيكي تشوفي ماجد بطريقك. يا ريت، بس بتعرفي بابا ما رح يسمح لي. ما تاكلي هم أبوكي، رح خليه يسمح لك تروحي. أنا ما بعتقد إنه رح يوافق، بس حاولي إذا بتقدري. إيه بتشوفي هلأ. رح خليك تروحي. يا بنات شو قصتكم؟ شو عم بتوتوتوا؟ خالتو نوران، أنا رح بلش من هلأ بشغلي، ومثل ما بتعرفي بيلزمني شوية تياب. معك حق فخرية، مو معقولة تروحي على شغلك بتياب البيت. بس ما فيني روح على السوق لحالي. خلينا ريمان تيجي معي خالتو. لا تطلبي مني هالشي أبدا، أنا لا بحل ولا بربط. لا تتعبي حالك، ليكو أبوه قاعد هنيك بالغرفة جوا. روحي استأذني، وإذا سمح لك خديها وروحي. بعرف عمو فايز انت معك حق، وبتمنى هالمرة ما تخجلني وتردني خايبة. اذا ما بشتري تياب جديدة رح تضيع الوظيفة من ايدي. وشو دخلني باللي عم تقولي؟ لازم اشتري تياب ولازم انزل على السوق. ما عاد عندي شي منيح البسه واطلع فيه. اطلع، بدك يعني روح هيك؟ شوف هدول هلا تياب ممكن داوم فيهم بوظيفتي الجديدة. ما بعرف. ايه كلهم مهتريين. لازمك مصاري بنتي، ليكي ما تستحي قولي. لا مو لازمني، لازمتني ناريمان، بس أنا ما فيني انزل على السوق لحالي وانت بتعرف هالشي. لازم يكون معي حدا أخد رأيه بالتياب اللي رح اشتريها. رح تقلي خدي جهاد، بس جهاد شو بيفهموا بهاي الشغلات؟ خلي ناريمان تيجي معي، بترجاك عمو خليها تروح معي. طيب بس لا تأخريها بالرجعة. شكرا شكرا، يسلموا، ما رح انسى لك هالمعروف أبدا عمو فايز. شكرا. يلا الله معكم يا بنات، لا تطولوا. والله لو مو موجودة أنا ما كنت بعرف شو رح تساوي حبيبتي. يلا يا إيمان جهزتي كل شي خفيه. أنا جهزت كل شي خانة. إذا نقصنا شي بتبعتي لنا إياه مع الشوفير. حاضر يا خانة. ماجد استنى بدي أحكي شوي معك. أجليها هلأ مستعجل. ماجد الفواكه صحتين وهنا. شكرا كتير إلك على هالفواكه. حبيبة قلبي شو هالحلاوة هاي كلها؟ قصدت هالشي بدي يكون مميزة اليوم. وفيني يا روحي أعرف شو السبب؟ عم يقلي قلبي إنه ماجد بده يفتحني بموضوع مصيري ورح ياخدني على مكان رومانسي. اسمعي بنتي لحظة، مو أنتو حكيتوا مع خالي قريج بكل شي وهي أكيد بتكون خبرته، مو هيك اتفقنا؟ مزبوط نيفين،
انت ممكن تكوني قدرتي تقنعي لسليم انك لسه بتحبيه لماجد، بس انا مستحيل اقتنع بهالحكي بنوب. وليش بقى ماما؟ انت لشو عم تخططي؟ احكي الشي اللي عم يدور براسك فورا. معك حق، ما عم كنله اي مشاعر، ولهالسبب بدي انتقم منه. بس الشي اللي جواتي هلا تجاهه اهم من مشاعر حبه بكتير. بدي ماجد وحبيبته الغبية الحقيرة اللي اسمها ناريمان يحسوا بالعذاب اللي أنا دقته، ولازم خليهم يشربوا من نفس الكاس هداك، وبالوقت المناسب أنا رح حذبهم نفس عذابي. هذا هو الشغل الغلط. عقلي بقى، هالنار حرقتني من جوا قلبي، ولازم هنن بنفس النار اللي حرقوني فيها يحترقوا. بالإذن هلأ، هاليوم يومي. جهاد راح ليساعد عاصي بالمحاد، الشغل كله صار على كتافي أنا اليوم. الله يعينك، بس أهل الحارة رح يستفيدوا كتير من معهد الموسيقى. اتحمل لك شوي واتركوا لجهاد يساعدوا العاصي. والله عم يروح ويجي على كيفهم، جنني، خليهم يعجلوا يفتحوه بقى. صدقني عاصي مستعجل أكتر من الكل هون. يلا أنا بدي أروح. شو لسه ما قعدنا فايز؟ لوين رايح هلا؟ فنجانك ما خلصته؟ بتمشالي شوي معلم جمال وبرجع بشرب قهوة. والله مبين عليك انه كبران 10 سنين. كيفك عم عاصي؟ كتير منيح الحمد لله. وكيف شغلكم؟ شغالين لسه ما خلصنا، بس أهل الحارة ساعدونا ما قصروا. صحيح المدرسة مصدر رزقك، بس هن كمان رح يستفيدوا إن شاء الله. يا عمو فايز، اللي بيمشي ورا غاية أكيد رح يوصل، بس اللي بيركض ورا سراب بيضيع حاله. يلا الله يوفقك. أنا نازل على البلد، بركي مننزل مع بعض. يلا مننزل. ما بعرف شو رح يكون مصيرنا معهم. الله يتلطف فينا. آمين. يا الله اليوم ما عم يهدى هالتليفون. كريم أرجي أغلو صار معه جلطة، هاللحظة دريت الخبر عنه. وميرا اليوم ما بينت، بظن غيابها له علاقة بكريم بيك، ما كانت تتركه ولا لحظة بالشركة. ولا حدا منهم حكى عن هالموضوع، كله سكت. وفي تجار لغوا طلبياتهم، شكلها هالشركة رح تعلن إفلاسها عن قريب. ليك الحالة يلي كل حدا يشوف شغله. يلا ماجد، اجيت بوقتك. واحد من اهم زبايننا لغى الطلبيه اللي كان طالبها من الشركه، شو ساوي؟ انا شايف انه اهلك هلا بلشوا يضغطوا على اهلي منشان اتزوجك نيفين. لا والله فاجأتني. حاولي تفهميهم اني ما رح اتزوجك، وخبريهم بلاها لهالحركات. وليش لحتى اعمل هيك؟ السبب هو بسيط، لانه نحن مو ممكن انه نتزوج، مو هيك؟ بس أنا ما فيني خبي مشاعري عنك أكتر من هيك ماجد. أنا كنت عم حاول لحي حالي دائما، وبآخر فترة كنت بتحجج بالشغل كل هاد لحتى أشوفك، وأوقات كنت بحاول أتلهى بالشغل طول الوقت كرمال أقدر أنسى حبي إلك، بس ما قدرت أنساك يا حياتي. والله أنا بحبك بجنون، هذا هو الشيء اللي أنا بحسه، بس ما بعرف إحساسك. نيفين لا تحاولي تصعبي علي الأمور،
بالنسبة لي صعب أتركك، أنا أفكر فيك على طول. ممكن تكون ما حابب تتزوجني. بس أنت حلمي من وقت لما كنت طفلة صغيرة بريئة. بحلم ألبس شي يوم فستان العرس بس تكون جنبي هو الأهم. أمي وين شنطايتي السودا؟ بتلاقيها جوا. قلبت عليها الغرفة وما لقيتها أمي. اطلعي بالخزانة لكان. بنتك هي شبهها، إذا هيك أخلاقها بدها تروحوا للعريس من إيدها. ليكني عم قلك اللي لما بيمشي الحال بدها تطول بالها. ولك افتحي تمك على الخير، شو عم تحكي؟ ها خلص رايحة لك بنتي؟ خلاص رايحة تشوفي العريس؟ ميرفت حاول تبيني نقشي قدامه شوي. اسمعي الزلم ما بحب المرض ضل قال بخلقتها تحكي بوشه. معلش بس كمان ما تزوديها كتير أحسن ما يفتكرك مانك راكزة. ليكي يلا بخاطركن ميرفت خلينا عجب فيك على آخر بنتي. لك شبكن انتو؟ إذا في خير الله يبعته وإذا ما في الله يبعده. آمين 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 آمين. ليش اجيت معك فخرية؟ ما معي وقت لأنه ومو محرزة اتركها تمشي لحالها. تفضلي حبيبتي. هاد شو؟ هاد تليفون مشان اسمع صوتك. بس كنت بدي جيب. أنا وأنتي واحد، اعتبري حالك جبتي. شكرا. يا الله شو اشتقت لك. وانا كمان ماجد. انا اجيت مشان جاوبك على السؤال اللي انت سالتني اياه امبارح. ايه رضياني كون زوجتك. يا ريت لو الزمن يوقف وهاللحظة تبقى معنا لآخر العمر. يا ريت. بس ما فينا. شوفي لشو هالتشاؤم؟ بابا لما عرف بعلاقتنا منعني شوفك. طبعا أنا اضطريت إني أحكي له عنك. يعني كان رح يعرف شي يوم. إيه بس بابا ما له متحمس لفكرة زواجنا بنوب. حسيت كأنه ما له مصدق. أنا شفت هالشي بعيونه كأنه شاكك أنه ما رح نتزوج. أنا ما تفاجأت طبعا. ناريمان شو رأيك روح معك وحاكي لأبوكي؟ مو هلأ، روح بعدين. ماشي انتي بتأمري أمر.
كيف صار أبوك؟ بابا منيح، تحسن شوي. حاسستك مزعوج ماجد. بحلم ألبس شي يوم فستان العرس، بس تكون جنبي هو الأهم. بحبك كتير ناريمان، بموت عليكي. وأنا كمان لما بكون معك بحس إنه فيني أتحدى العالم كله. طالما أنا وياك مع بعض ما في أي شي رح يقدر يوقف بوشنا، وما في أي حدا بيمنعنا نكون مع بعض. طالما بحبك كل هالحب رح نضل سوا ومع بعض. قديش حلو هالحب يا ربي، وينه؟ آسفة ما كان بدي أقطع عليكم هاي اللحظة الحلوة، بس ناريمان عن جد لازم نمشي. تمام، بشوفك عن قريب. طيب منبقى منحكي. تفضلي، الله يعوض عليكي. شكرا لك، يسلموا. اهلين زهرة، انت هون؟ منيح اللي شفتك. نوران خانوم، اهلين. عندي لحمه مثل الفستق، خرج مشاوي اقطع لك منها. كان بدي لحمه مجرمشه، بس اقطع لي كيلو منها. نوران، ميرفت راحت اليوم لتقابله للعريس عاصم. والله فرحت من قلبي. مالي مصدقة ايمتى تتجوز. يا ترى رح تزبط معها هالمرة هالجوازة؟ روقي شوي، الله يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. الله يسمع منك. نوران خانم، زهرة خانم، اذا خلصتوا من السوق هذا وقته تمام. شو بتقصد بهالحكي؟ وقت الشاي انتازة، عامل شاي من شوي. تعوا تفضلوا عدو وانا رح جيب الشاي فورا. يا زلمة رح يخلص النهار، شو قعدنا هون بالقهوة؟ ما رح تخرب الدنيا، عدي شوي منحكي لنا كلمتين. يا أهلين نورتوا، تفضلوا عدوا. عدي جاي. شرفتوا وآنستوا. يسلموا. العفو نوران خانم، شرفت المحل. شبكي زهرة، ليش قلبي وشيك؟ ذكرت الهم اللي مستنيني. آخ يا نوران، بطلع من مشكلة بوقع بمشكلة. قصدك آسيا بالله؟ شبه هدى رجعت عملت عمل من عمايلها؟ حتى نخلصها من شغل البيت لآسيا قررنا أنا وميرفت نروح لعندها، أنا يوم وهي يوم ومنطبخ لها كل يوم؟ لك ما عم بفهم لشو هالروحة كل يوم وليش لحتى تروحوا؟ قلنا منروح منساعدها بشغل البيت وبالطبخ كمان. من هلأ رح أقولها هي هدى رح تقلعكن من البيت، بس بعد ما تمسح فيكن الأراضي. كرمال آسيا وعيونها بتحملها، نصبر لحتى تلد آسيا وتجيب الولد.
نجي على حالنا شوي، يعني شو بنعمل؟ لا ما بتدخل هالبيت. لك هالمخلوقة كانت رح تموتني. بلالة هالجية دفشتني من عالدرج ولا نسيت هالشي، ولما ما قدرت تموتني ببيتهم قالت بيجي بكمل عليها ببيتها هون لو شفتها يوميتها. ما رح يقدروا يساووا لك شي هون. هدي حالك ولا يهمك، لا تفكري. ايه اهدي. ليكي اسمعيني هلا، بعد فترة آسيا ما رح تقدر تقوم بشغل البيت، وانتي ما معك مصاري لتجيبي وحدة تخدمك، شو بتساوي؟ ها؟ ولا بدك تحوصي برجلك المكسورة هاي؟ فكري وحسبيها على المزبوط. أما وأختها رح يخدموكي ويجوا لعندك لهون. ايه؟ وانتي بتتأمري عليهم مثل السلطانة هون، ماشي؟ وساوي يلي بيخطر عبالك. ايه؟ مثل ما بدك. نسرين كل شي ساوي مثل ما فهمتك، لأنه أنا ما راح أضل هون كتير، راح تكوني المسؤولة الوحيدة عن كل شي بالمرسم. أنت اطمني يا خانم، طلبتلك ناريمان لهلأ ما أجت على المرسم، بتحبي اتصل فيها أطلبها؟ لا. صحي، حتيجي لوحات ابقي حطيهم جوا. أنا رفوتهم على المخزن، بجهزهم لوقت ترجعي. كن ممنونة. مرحبا قريش. اتصلت على البيت وقالوا لي موجودة بالمرسم. كريم كيفه هلأ؟ صار أحسن الحمد لله. كل اللي صار من تحت راسه هو قريش. حكيتي مع ماجد بموضوعنا؟